اروح معاك بقى ومع الشباب ومع كل الناس بتتفرج علينا، نروح لماتش الاهلي ومدياما ومكسب النادي الاهلي ب3 اهداف دون مقابل. المباراه دي عنوانها ايه بالنسبه لحضرتك؟ وهل ال3 اهداف اللي سجلهم النادي الاهلي مع الشوط احنا هنخش على التقييمات دلوقتي؟ لا 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 لا، هفتكر بس حاجه عشان انا كنت كاتب نقط وانا بتفرج على الماتش بكتب نقط. خلاص انا ما اتكلمتش ولا، انا لا بسال لا، اتفضل مجرد سؤال اتفضل يعني. اتفضل اتفضل. انا خلصت سؤال خلاص. لا لا، اتفضل. راي حضرتك ايه؟ رايي مثلا الاهلي في الشوط الاول كان فيه 8 لعيبه مجوش ماجوش الماتش؟ ماشي. فلما يبقى فرقه، فين الاهلي؟ الاهلي فين؟ جايز في الجيب. هو عبد الباسط اخذ الورقه ومشي يعني يعني واحد. لما يبقى 8 لعيبه مش موجودين ماشي في الماتش، دي حاجه صعبه جدا. دفاع ديانج، مروان عطيه، انا بتكلم عن الشوط الاول، ماشي، كريم فؤاد، يعني لا، حاجه كانت صعبه قوي ده في بالنسبه الشوط الاول. للاهلي. ده الشوط الاول. ماشي. مع الشوط الثاني، مع الدوش يظهر اللي فوت اللبس، مع التغييرات، حصل تغيير كبير جدا في اداء الاهلي، والجيم اتفتح وقدر يسجل 3 اهداف، وكان الاهلي برضه بيهاجم كتير جدا. لكن ما ينفعش ابدا يبقى ديانج ومروان، يا انا بقول لمروان، يا مروان انت اول ما لعبت في الاهلي كنت مبدع. يعني ايه مبدع؟ يعني بتعمل التمريره الصعبه. دلوقتي انت مش عايز تغلط، فما بتعملش، تعمل التمريره السهله. مروان عنده ظروف نفسيه شويه من بعد وفاه والده، معلش العمليه ضغط عليه. انا بكلمك، انا بقول لك من المعلومه اللي عندي يعني، يعني فعامله له هزه ربنا شويه، طبعا عامله له يعني هزه شويه. يساعده يعني، اكيد يعني. بس انا بتكلم من اللي انا بشوفه. ماشي. عايز اقول له يا مروان، انت اول ما رحت الاهلي كنت بتعمل باص طويل، بتعمل حاجه، عنده جرأه، كان عنده جرأه، عندك جرأه، بتشوط باستمرار. لكن ما ينفعش تاخد الكره من ديانج وبعدين ترجعها لديانج تاني، وهي دي شغلتك في نص الملعب. ماشي. لازم ده يبقى لعيب النادي الاهلي في وسط الملعب، لازم يكون مطور. بس فالاهلي في الشوط الثاني كان بنفس الحكايه، بيلعب مع فريق ضعيف، ومع ذلك هذا الفريق الضعيف فاجئ الاهلي في الدقيقتين ب2 كورنر وبضغط وبيلعب. لا ليه بقى؟ مع غياب الابداع في جزء مهم جدا في اي فريق من معايير القوه بتاعته، استخلاص الكوره. لازم تبقى شرس. هو انتوا بتتشافوه يعني مش بيشوفوا الماتشات بتاعت البريمير ليج دي؟ ايوه. الصراع والشراسه والشراسه والضغط واستخلاص الكوره. لا، انت سايب الفرقه الضعيفه بتلعب قدامك، تاخد الكوره وتيجي لغايه الشناوي وتهدد مرمى الشناوي ازاي؟ صحيح. لا، ده كان 8، عشان كده 8 بيتحملوا مسؤوليه الاخطاء اللي كانت في الشوط الاول.